السلام عليكم احبابنا، واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مطبخ الشيف احمد. اليوم رح نعمل وصفة صدورة الدجاج المحشية، ولكن رح نحشيها بالسجق وخلطة مميزة. طبعا هيدي الوصفة رح تكون جوسي ورطبة عن جد. تابعوا معي هيدي الوصفة لانه رح تكتشفوا خلطة مميزة ورائعة. لخلطة السجق عندي هون بداية لحم، طبعا مقادير اسفل الفيديو، لحم دهنه لازم يكون جيد، يكون شوية دهن تقريبا 25-30% للسجق. هلا رح نعمل خلطة السجق. عندي ثوم مهروس جدا، بابريكا، عندي حر احمر يابس او فلفل احمر يابس، عندي ثوم مجفف، كزبرة يابسة، عندي هون كمون ناعم، فلفل اسود وقرنفل ناعم. رح اوضعهم، بدنا نملح، ندعك هيدي المكونات بشكل جيد سويا مع بعضها لتمتزج تماما. هلا طبعا اللي عنده سجق جاهز بجيبه من عند الجزار، في ما يعمل هيدي الخلطة، بس بجيب السجق بشيل عنه الغلاف وبيدعكه مع المكونات اللي بدنا ندعكها. هلا هيدا السجق لنعتبره سجق جاهز او عملناه بالبيت. عندي بندورة مفرومة وبقدونس، وعندي ايضا جبنة موتزاريلا مبروشة. هلا كمان على الخفيف بدنا ندعكن لتصير حشوتنا جاهزة. عندي صدورة الدجاج منظفة. هلا هيدي الصدورة بدي شرحها بهيدا الشكل، سكين حاد، ما بوصل للاخر طبعا، لافتحها بهيدا الشكل. هلا من بعد ما فتحوا عندي بدي دقهم لوسعهم شوي. عندي نايلون من الاعلى والاسفل، بدي دق هيدا الدجاج مش كتير، قليلا شوي ليوسع عندي وينلف. هلا دقينا هيدا صدر الدجاج بهيدا الشكل، بدنا نوضع الحشوة. هيدي الحشوة منبرمها شوي، نخلي مجال عن الجوانب وعن الاطراف مثل ما عم تشوفوا بهيدا الشكل، ما بكتر كتير، هي مطعمة وجيدة. شرحة من جبنة شدر بهيدا الشكل. هلا منسكر صدر الدجاج بهيدا الشكل. اوكي، سكرناه. قصة بسيطة، عيدان الكوردون، مندخلهم من هون حد بعض بس لا يطبق عندي. مثل العادة بس نشتغل بالدجاج منغسل ايدينا بالصابون ولوحة التقطيع جيدا. رشة فلفل اسود اكيد على الجهتين، منرش فلفل اسود وايضا كمان رشة ملح على الجهتين. مقلي على النار، نوضع بقلبها الزيت، خليه يحمى شوي. بدنا نحمر هيدا الدجاج بداية تفهم احلاهم، بنحمرهم على الوجهين طبعا. هلا بدنا نقلبهم على الجهة الثانية نحمرهم دقيقتين على كل جهة، شوفوا ما احلاهم. هلا بصينية تتحمل حرارة منضيف هيدا الدجاج.
هلا هيدي المقلاية اللي قلينا فيها الدجاج كمان منضيف شوية مي، منشيل هيدي العصارة، شفتم احلاها، منحطها كعب الصينية على الفرن من 25 ل 30 دقيقة، بيستوي اللحمة، بيستوي الدجاج من الداخل ومنقدمهم. شوفوا عندي هيدا الدجاج ما احلاه، صار جاهز. نكهة سجق ولا أطيب. الدجاج من الداخل رطب، وضع الجبنة بقلبه استقصدت حطها لأعطيه رطوبة، فعن جد مع البندورة مع الخلطة رائع جدا. مشاهدين الأعزاء اطبخوه بهاي الطريقة، اعملوا السجق عندكم بالبيت هيك بتعرفوا شو حاطين فيها، وبتطلع ايضا عن جد هيدي الوصفة طيب كتير. اللي بده يضيف الحلبة الناعمة على السجق في يضيف، انا ما ضفت لانه في ناس كتير سألتني ومش متوفرة عندها. جربوا هيدي الوصفة، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بهذا القناة، وما تنسوا زر اللايك بالاسفل والشير. مشاهدينا الاعزاء بدلكم الى حلقة مقبلة من مطبخ شيف احمد مع اطيب اكلات واطيب خلطات.